بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، لجأ طبيب الأسنان السوري إبراهيم الأكزم إلى الطاقة الشمسية كحل بديل كي تستمر عيادته بدمشق في العمل. حل بديل واقتصادي أوجده الطبيب السوري البالغ من العمر 41 عاما، والذي أنفق ما يقرب من 7000 دولار على تركيب وحدة طاقة شمسية تمكنه من توليد الكهرباء وتشغيل عيادته. يعني إذا قلنا حق البطاريات الباكج كامل اللي بيشغلني 5 سنين أنا، سعره هو سعر مولدة بتشغلني مازوت لمدة 6 شهور بس. ويعد إبراهيم الأكزم واحدا من سعداء الحظ الذين تمكنوا من استغلال محطات الطاقة الشمسية كبديل عن الشبكة الحكومية أو المولدات الخاصة، حيث ترتفع التكلفة بشكل باهظ وينقطع التيار الكهربائي بشكل مستمر، الأمر الذي يصعب معه مواصلة عمله كطبيب أسنان. أزمة الطاقة وانقطاع التيار أصبح أمرا مألوفا في البلد الذي دارت فيها رحى الحرب على مدار 11 عاما، لتتضرر البنية التحتية بشكل يستعصي على الإصلاح. أزمة ولدت حلولا بديلة يحاول البعض تطبيقها ليتمكنوا من مواصلة حياتهم بشكل طبيعي في ظل أزمة طاقة يمر بها العالم بشكل عابر، بينما هي من يوميات المواطن السوري منذ سنوات.